بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. حتى لو كان يوم الحد ده بنتكلم فيه عن التوافق والسعادة، إزاي نقدر نخرج من بعض المشكلات اللي بنعيشها في حياتنا الزوجية، برضو هنكون رايحين ناحية السعادة. إحنا وبنبص على مشاكلنا بنبص بالحلول، ما بنبصش بالمشاكل. مشاكلنا ما بتحبسناش، ما بتسجناش، حتى لو كانت مشكلة زي المشاكل اللي احنا هنتعامل معاها النهاردة. تسمعوا عن حاجة جديدة كده أنا بسميها